هيتجوزها؟ الله، مش دي يا ابني اللي انا سالتك عليها قلت لي ما اعرفش عنها حاجه؟ لا اله الا الله، قلبي كان حاسس والله، ومش بعيد يكونوا مكنفين الحاجه سوا. مكنفين يا امه بقى ولا مش مكنفين، ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي يا امه. نصر خلاص فارق. طب وانت هتفضل قاعد كده تولوز زي النسوان وحاطط ايدك على خدك؟ اعمل ايه يعني يا امه؟ اروح اجيبه غصب؟ بقولك يا امه، العمليه السوء اللي انت قلتي لي عليها لسه موجوده؟ ايما طبعا، مستنيه لي شطب عليها. يبقى نحطه عليها النهارده انا والرجاله. طب ونصار؟ العمليه ما فيهاش خزن، يعني ملوش عازه. ولقيته حاجه مقفله تفتحوها ازاي؟ نطفشها بلدي. خطر جريه سطره. نمت قلبك بيرعش. لاك مادي، مادي كده، دي كمان المره دي الاسم هتبقى على اتنين. مصلح. اقوم انا بقى علشان احضر الرجاله. خضر. نعم يا ام. خلي بالك من روحك يا ابن قلبي، انا ماليش غيرك. اول يا ابن قلبي انت كويسه يا امه؟ اجيب لك دكتور. امشي خضر، امشي امشي امشي. عم عباس، فرح مين النهارده؟ كله خير يا بنتي، كل اللي بيجيبه ربنا كويس. يلا ادي انت اللي ورا، يا اللي واقف. ايه بيقولوا ده؟ عم عواد، هو مين هيتجوز النهارده؟ كل شيء اسمه ونصيب يا بنتي، ومحدش بياخد اكتر من نصيبه. انا مش فاهمه حاجه. وبعدين انت عندك فارس بالدنيا. مال فارس ومال اللي انا بقوله؟ فرح مين النهارده يا عم عواد؟ انت قولي. فرح نصار. يا نصبتي خلاص بقى يا عيشة، في عياط ما منوش فايدة. ما هي خلاص خلص. بس ليه؟ والنبي يا شادية تقولي لي ليه؟ ده أنا عملت كل حاجة عشان أرجعه، جيت على نفسي مرة واتنين وتلاتة، كنت بسمع منه كلام زي السم وأقول يا بنت استحملي، يا بنت اصبري، وامك امك دي ما عشمتني وقالت لي ما تخافيش انا هرجعه لك تحت رجليكي، لحد ما هو اللي داس عليا ودبقني. ده بقالي سنين سنين مستنيه انه يرجع لي. استهدي بالله يا عيشه، استهدي بالله، ما تعمليش في نفسك كده. لا لا، اكيد مش هيتجوز. هيتجوز تحت كده وسط الحرق قدام عليا؟ لا لا، اكيد انا في كابوس، اكيد انا في كابوس. طب روقي بس، روقي. بصي انا هقوم اعمل لك ليمون عشان تهدي اعصابك. ماشي؟ اهدي اعصابي ازاي؟ بس لا، وغلاوتك في قلبي يا نصار نزل لك. أنا فين؟ الحمد لله، الحمد لله. أنت سامعني؟ أنا بعمل إيه هنا؟ أنت كنت في غيبوبة ولسه فايق، فاكر الحادثة اللي حصلت لك؟ توحيدة. توحيدة؟ توحيدة مين؟ مراتي، عايز أكلمها. حاضر حاضر. فاكر رقمها؟ الله اكبر، تسلم ايدي، ميك اب ارتست. بقول لك ايه يا اما،
كفايه كده، انا مأجره الفستان 12 ساعه، بقالي 3 ساعات منهم تحت ايدك، وبعدين هو ده لون الشعر اللي طلبته منك، قلت لك فواتح، قلت لها ياما عايزه فواتح. دي فواتح ياما؟ اه صح، مش فواتح دي خالص. ما هو ده فواتح. فواتح ازاي يا ست؟ خلاص خلاص قربنا نخلص. بقول لك ايه، بلا نخلص بلا بتاع، حطي لي الطرحه يلا تاخر. اسمعي بس اسمعي، انا لسه بس هزود لك البلاشر ماشي، ولايطك شويه هايلايتر كده من هنا، واحط لك رموش، وبعد كده اعمل لك الطرحه، ويبقى لنا مثلا قدامنا حسبه ساعتين زمن ولا حاجه. هما دقيقتين مفيش غيرهم، تلايطي مين؟ انا متلايطه جاهزه. يلا يا اما حطي الطرح. بقول لك ايه، تعالى اوديك الوحيد، مش هتاخدي في ايده نص ساعه. او النبي ياما، وكان عمل لي الفواتح. واحد مين يا حاجه؟ الحق علينا يعني ان احنا عايزين نخرجوها زي القمر؟ لا يا حبيبتي، ده انا حنة بنتي زي القمر، بدري ليله كماله، بسم الله الله اكبر، وفي جمالها يا اختي، ربنا يبارك لك فيها يا رب. والنبي يا اختي لفي لي الطرح، والنبي شويه بلاشر. لا كفايه كفايه ياما، كفايه بلاشر ياما. معقوله؟ الو، اهو فرج فرج. ايوه سامعاك. يو فرج زهر يا حنة، فرج زهر. فرج مين يا ام؟ هو اللي فرج مين يا حنة؟ فرج، وفي كم فرج؟ انت متاكده يا ام ان هو فرج؟ يعني انا هدوع عن صوته يا حنة؟ اللي يشوفك وانت بتلبس يقول رايح فرح اخوك، مش طالع مصلحه. لو عليا اروح اطربقها على دماغهم كلهم. والله البت حنة دي طلعت شاطره. متجيبيش سيرتها، بتفور دمي، هي سبب البلاوي اللي احنا فيها دي كلها. طيب لو كده بقى خلاص، مش وقت، وشكلك مش رايق. انجزي يا ديحه. اصل بصراحه كده انا من يومين تعبت ورحت للدكتور وقال لك انك حامل. ايه ده، البت نورة قالت لك؟ لا، خيبتك هي اللي قالت لي. طب والله العظيم انا حسبتها غلط وما كان قصدي. وماله حبيبتي وماله، الغلط يتصلح. بجد يا خضر، شوف البت دي ما تعرفش طيبتك ولا حنيتك، وتقول لي ايه؟ اوعي تقولي له، ده لو عرف هيمشي ويسيبك وهيقولك تنزليه. هي قالت لك كده؟ طب والنعمة قالت لي كده؟ طب والنعمة الشريفة ما هنزل لها كلمة. يعني ايه؟ يعني هتنزليه، يا اما هنزل من هنا ومش هتشوفي وشي تاني. صدقتي ولا لسه؟ اتفضل عريس. اتفضل حبيبي. تسلم، انت نورت المحل النهارده. النهارده فرح يا جدعان، النهارده فرح يا جدعان. احلى حلاقه لاحلى عريس. تسلم. ده انا مهندس مش حلاق. يا سلام. حبيبي الله ينعم عليك، الله ينعم عليك، الله ينعم عليك. الو مين؟ انا عيسى الوزان. انت فين دلوقتي؟